وللحديث عن استمرار أزمة النازحين في العراق ومنعهم من العودة تزامنا مع فشل عمليات الإعمار، معنا من عمان السيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم. على الرغم من مرور 4 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، لم تشهد كثير من المحافظات المنكوبة عمليات إعمار. ما الذي يمنع عمليات الإعمار؟ المدمرون لا يعمرون، وهكذا هي إمعان واضح تماما لهذه المحافظات في زيادة تدميرها على جميع المستويات، فهم دمروا سكانها بين القتيل والتهجير والاعتقال والنزوح، ومن ثم دمروا البنية التعليمية فيها، فاليوم نشهد أجيال بلا تعليم، وبالتالي يأتي ملف الإعمار إكمال لهذا التدمير الممنهج لهذه المحافظات، بغية إجبار أهلها على عدم الرجوع إليها من أجل التغيير الديموغرافي لها، فهو يرتبط ارتباطا واضحا بعملية التغيير الديموغرافي، وهو مشروع حكومي عملية عدم إعمار المحافظات، لا على مستوى التعويضات التي يستحقها الأهالي من خلال تقديم ما دمروه من عمليات عسكرية، ولا مستوى التزام الدول الذي شارك في تدمير هذه المحافظات، وبالتالي حتى ميزانية المحافظات هي لا تساوي حتى أي ميزانية لمحافظات أخرى، لذلك لم تشهد هذه المحافظات إعمارا إلا بعض الطرق عمرت في محافظة الأنبار عن طريق المنح الدولية، لأن هناك قاعدة عين الأسد، وبالتالي الولايات المتحدة والجيش الأمريكي يريد أن يكون هناك طرق يسير فيها. إلى أي مدى يؤكد هذا التأخير في الإعمار وجود أجندة حكومية لتأخير الإعمار وإبقاء الأمور على ما هي عليه، ربما لأهداف أخرى للحكومة أو للميليشيات؟ أولا، عملية تأخير الإعمار هو هدف استراتيجي لإجبار المواطنين على الرحيل وعدم الرجوع إلى مناطقهم، لأنها غير صالحة للسكن وغير صالحة للعيش الآدمي، وبالتالي ما الذي يجعل من هؤلاء المواطنون يعودون إلى ديارهم؟ لذلك هو يرتبط بالتغيير الديموغرافي كما قلنا. ثانيا، أن هذه الميليشيات فتحت مكاتب اقتصادية، استفادت من عدم إعمار هذه المدن من خلال ما يسمى رفع الأنقاض، فهم قد امتهنوا بيع المعامل بحجة أنها مدمرة، وبيع السكراب وغيرها من عمليات التهريب الممنهجة التي طالت على سبيل المثال مدينة الموصل، وإلى هذه اللحظة هذه الميليشيات كالعصائب وميليشيات حزب الله وسيد الشهداء تمارس عمليات التهريب اليومي لخارج العراق باتجاه إيران لبيع كل ما هو موجود في هذه المناطق. إذن هناك فائدة شخصية وفائدة ميليشياوية وفائدة استراتيجية لمنهج الحكومة في عدم إعمار هذه المدن. بالإضافة إلى ذلك، يتم ربط الموضوع بالملف الأمني، يعني ما علاقة الموضوع بالملف الأمني في وقت تسيطر فيه القوات الحكومية والميليشيات على أغلب المحافظات المنكوبة؟ هذه حجج يراد منها تأخير هذه القضية، وإلا ما علاقة تعويض المواطنين على سبيل المثال بالملف الأمني؟ هناك منازل مهدمة يجبر القانون، وإن كان قانون 20 غير عادل في عمليات التعويض للمواطنين، لكن يجبر الحكومة على دفع تعويضات لبناء منازل المواطنين. ما علاقة الوضع الأمني بهذه القضية؟ ثم هذه المحافظات تحت سيطرة هذه الميليشيات، وبالتالي عملية إسفاف عقول الناس بالوضع الأمني هو لا قيمة له، بل بالعكس هو عملية الإعمار وإنهاء البطالة سيوفر أمن لهذه المحافظة وسكانها، لأن رجوع الناس هو الذي يوفر الأمن، لا وجود مدن الأشباح التي لا يتوهر فيها إلا أعداد قليلة من الناس بين الخرابة. هؤلاء لم حقيقة يخجلوا على أنفسهم عندما لم يساهموا برفع الجثث من تحت الأنقاض، حتى اليوم تريدون أن يعمرون منازل الناس الذين هم أحياء. نعم، حديث مجالس المحافظات المنكوبة ونوابها عن تقاعس الإعمار، هل يكفي هذا الحديث أم أن هناك شيئا ما يمكنهم القيام به أم لا يستطيعون القيام بشيء؟ هؤلاء جزء رئيسي من عملية تأخير إعمار هذه المحافظات، وهم جزء مرتبطون بعملية أحزاب تمارس الفساد الواضح من خلال سرقة الميزانيات، وإلا يعني أضرب لك مثالا، أن هناك مبالغ مالية وصلت الأنبار لبناء مستشفى دولية، طبعا هذه المبالغ تم سرقتها بحجة بناء طرق أو تعبيد طرق، لذلك هم جزء رئيسي من هذه المنظومة،
منظومة التأخير، وهم عندما يطالبون بعمليات التعويض أو الإعمار هم يريدون الاستفادة المالية، ليس إلا وإلا كان عليهم كثير من الأمور أن يقوموا بها كواجب واضح تماما، ويكشفوا للرأي الدولي والإعلام حجم التدمير. هم كانوا يمارسون التضليل، ولذلك تشهد بعض المدن حقيقة زورق لبعض الشوارع تصور على أنها تم إعمارها، لكن في الحقيقة الأحياء السكنية كلها مدمرة ولا تصلح للعيش، فضلا عن عدم وجود المياه وعدم وجود الكهرباء وعدم وجود شبكات الصرف الصحي وغيرها، فضلا عن المستشفيات. إلى الآن في المحافظات المنكوبة كلها لم يبنى مستشفى واحدا، فهل هذا يؤكد على أنهم حريصون على هذه المحافظات أم أنهم متواطئون؟ نعم، قرار الميليشيات عدم إعادة النازحين في العديد من المحافظات يقرأ ويؤكد أنه بشكل أو بآخر أن هناك دور إيراني بالسيطرة على تلك المناطق والمحافظات، والتي تعد معبرا لسوريا والمتوسط. يعني على أرض الواقع هذا هو الموجود، عندما يتم عدم السماح لنازحي مدينة القائم غرب الأنبار أو مناطق الموصل أو سنجار أو غيرها من المدن بعدم الرجوع إلى هذه المناطق وجرف الصخر، كلها ترى أن الأيادي الإيرانية واضحة. جرف الصخر يتم استخدامها قاعدة عسكرية واضحة لتدريب الميليشيات وغيرها. عندما نذهب إلى القائم نجد أنها معبرا رئيسيا باتجاه تهريب المقاتلين والميليشيات إلى الداخل السوري لقتل الشعب السوري. وترى أن هناك مسألة مهمة تماما، هو عملية زراعة المخدرات أيضا في هذه المناطق التي لا يسمح للنازحين بالعودة إليها، فهم يستولون على الأراضي لزراعة المخدرات ويهربونها سواء في القائم، في الموصل، في بعض مناطق صلاح الدين، في جرف الصخر. لذلك عندما يتم السيطرة على سنجار فإن عقدة طرق مهمة يتم من خلالها استجلاب ميليشيات أجنبية لممارسة دور تخريبي في عدة بلدان مجاورة للعراق كحزب العمال الكردستاني الذي يمارس إرهابا ضد تركيا. على هذا الأساس حقيقة إذا جمعت كل هذه المعطيات تجد أن الأصابع الإيرانية وراء السيطرة على هذه المدن وأمر الميليشيات بعدم السماح للنازحين بالرجوع إليها. نعم، السؤال الآن عن المطلوب لإنقاذ تلك المحافظات المنكوبة والنازحين العالقين. يعني من المؤكد تماما أنه لا بد أن يكون هناك تحركا حقيقيا سواء على مستوى العرب أو على مستوى منظمة التعاون الإسلامي أو على مستوى المجتمع الدولي، لأنه لا أمل لا في الحكومة ولا في أي طرف آخر، كلهم حقيقة جلادون وكلهم يريدون الثأر والانتقام من الشعب العراقي ومن هذه المحافظات على وجه الخصوص. فبالتالي لا يمكن أن تطالب الأطراف العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها بالكف عن هذه الممارسات اللا أخلاقية وهي جرائم إرهابية جنائية. القضاء في العراق معطل، لا يسمح حتى بإقامة دعوة على هؤلاء، فهم متنفذون ويسيطرون على كل هذه الأمور. لذلك الأمل أنه يبقى المواطن العراقي يطالب بحقه وترتفع الأصوات، وينبغي على العشائر أن تأخذ دورها في عملية المطالبة الحقيقية والعمل الجاد على إرجاع أهليهم إلى مناطقهم، وإلا فإنه حقيقة خيار التظاهرات وخيار أمور أخرى ينبغي أن تسلك لأخذ الحقوق وتنتزع الحقوق انتزاعا لا تعطى من هؤلاء. أشكرك جزيلا أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من عمان.